السلام لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد لقناتكم قناه عبود فلوك. عدنا والعود احمد والاخوان، غربرنا عليكم الاخوان واحد شويه، عارف راسي شحال هذه من شي فيديو، شحال هذه ما سافتو معايا الاخوان من السويحت. انا عارف راسي كنبرعكم الخوت، ولكن اليوم راه جبت لكم واحد السليه ما شاء الله، اللهم بارك، غادي تنال الاعجاب ديالكم. في واحد اشمينه اللي ميمكنش، اللهم بارك، اعتبروا هاد الفيديو صود، اعتبروا ليكيداسيون، اعتبروا بغيت ندير مع الاصدقاء ديالي لو جيست، حيت شحال هادي ما ملحت لكم شي حاجه. المهم اخوان، بالنسبه لهاد السلعه اللي غادي تشوفوا راه في المتناول، الناس ديال الناس اللي سميتو بيع الشرايه كيدخلوا لهاد السلعه على جال. المهم اللي شاف شي بياسه اخواني يزرب عليها، اللي عنده الريب ديالو راه كيصيفط ليا، سينو ما كاش غيصيفط ليا في كاش بليس لا وفا كاش. المهم طريقة المعاملة غادي تدخل عندي من الواتساب، غادي نشرح ليه طريقة المعاملة. المهم أهم شيء الثمن راه مزيان وجد جد جد ريزونابل، و الأصلي كندويو على الأصلي، وكندويو على بيع مقال، وكندويو على الكارانتي، فهمتي. بعتلك صافي الله يعاون الإخوان، وصلاتك البيسة تال تمايا، لقيتي فيها شي حاجة شي إشكال، لقيتيها خاسرة، لقيتيها ماشي أصلية، الكارانتي راه كيبقى عليا. المهم الاخوان اللي كما قلت لكم اللي عجبني شي بيسه يضرب عليها، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم الاخوان. ما تبخلوش عندنا بلي جيم ديالكم بلي كومونتير، واللي خصك شي حاجه الاخوان يتواصل معايا في الانستغرام ولا في الواتساب على رقم اسفل الشاشه. مرحبا بكم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم الخوت، وما نطولش عليكم، اللهم يسر. بسم الله على بركه الله الاخوان، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الاخوان، بوس اوريجينال هي بحال هكا الاخوان، هذا الراس ديالها شي عند البوس، هذيك الاولى خاصها حجره، هذه حتى هي خاصها حجره. المهم السلعه جديده يلاه جبنا هذه الاخوان، ها هي حتى هي جديده بالتيكي ديالها، ها هو الريفيرونس ديالها الاخوان. سكرين اخويا وقلب على المكان شحال دايره، وديك الساعه راه غادي تفهم وتعرف. والحاجه اللي غادي نضمن لكم انا هي غارانتي بيع عمقان، والاصلي مليار في المئة. اي بيسه جديده للميكافيه لتحت حتى هي تبقى ب 300 درهم. كاينه ثالث قطعة ديسكافالي، هذه بالعلبه ديالها حتى هي جديده، هذه ديال لي فام سمطة كروكو اوريجينال ديسكافالي، هايا تيكيشه ديالها شحال كيكون داير الثمن الاخوان. حنا غادي نديرو فيه ثمن زوين، ها الريفيرونس ديالها، بيسه جديده غير مستعمله، فيها الحجر هنايا، فيها واحد ديزاين زوين، حتى هي تبقى ب 300 درهم. كاينه عندنا واحد القطعة ديال البوص 3 بوطون، ميطال ديالها بحال النقرة الاخوان، المهم هي راه الديزاين ديالها بحال هكا في الرخامة، هي اوريجينال بحال هكا، لي بوطون ديالها بحال هكا ستيل فينتاج. وماشي راه كيكون داير الثمن الاخوان في المكازا، حنا غادي نديرو فيه ثمن زوين. الريفيرونس ديالها سكرين يا خويا، دخل قلب عليها ومرحبا. فيها لا لوب، فيها 3 بوطون كرونوغراف، والثمن ديالها غنديرو ليها فقط 400 درهم، جديده مكانه جديده ب 400 درهم، ما تلقى عند حتى شي واحد، وانا متاكد الاخوان. عندنا واحد المكانه سمارت اللي هي هذه ديال شركه كي سيليكت، غنيه على التعريف الاخوان، لا سانشور ديالها ديال براسلي ديال السيليكون، هادي ديال سبور، شتي كيفاش كتجي الشاشة ديالها، راه أموليد، فيها كتر من 100 مود ديال سبور الإخوان، بالنسبة للناس اللي كيبغيو يديرو السبور، فيها كتر من 100، فيها بزاف ديال لي زوبسيون، فيها كتعبرلك الأكسجين في الدم، تعبرلك دقات القلب، واعرة. المهم قلبو على الإخوان، هادي فيها تمن زوين 400 درهم. مع الكابلي ديال الشارج ديالها. عندنا واحد بياسه جديده كلاود برنارد، الزجاج ديالها سفيره الاخوان، بياسه جديده غير مستعمله، مع العلبه ديالها، ها هي العلبه ديالها الخوت كلاود برنارد سويس ميد. المهم نحاولوا نزرب واحد السلعه كاينه كثيره الاخوان، ها هي بياسه سول بوطون فيها الشهر سويس، راهي مكتوبه فيها سفير جديده، واتر ريزيستن 5 بار، هاد القهوه مكتوبه لداخل الاخوان. المهم سكرين اخويا قلب على الثمن وتعرف لي ديتاي، فيها ثمن زوين اللي هو 500 درهم الخوت، وانا متاكد الاشمينه والله ما تلقاو عند شي واحد.
عندنا واحد البياسه ديال البورص بالعلبه ديالها هي سو البوطون ديزاين ديالها السمطه حصيره كيف ما تنقولوا، هي جديده غير مستعمله الاخوان، ديامتر ديالها صغير تقريبا ديك 41-42 ماكسيموم كاع 42، هي جديده بالعلبه ديالها كتبقى ب 500 درهم. عندنا الاخوان هاد البوص هادي. بالنسبه للسواتش راه كاينه الاخوان السواتش عشاق ديال السواتش الجولد والسيلفر، راه كاينين كاينه هاد القطعه ديال البوص هي جديده غير مستعمله، لا سانشور ديال الجلد، هذا راه مارو هنا برونز، فهاد شي 3 بوطون كرونو كلشي خدام اصلي 100%، الثمن ديالها 500 درهم. عندنا هاد ديزيل هادي السمطه ديال الجلد جديده بلاستيك هي الفوق الاخوان كيف ما كيبان لكم، فيها ثمن زوين غنديروا ليها 800 درهم، 800 درهم ها هو الثمن ديالها الاخوان، 139 اورو. كاينه هذه بالنسبه للعشاق الطاي كبيره، ساعه اصليه اوريجينال ليطا ديالها 10/10 شبه جديده نقيه الاخوان ديال بصح، فيها ثمن زوين وثمن مشجع اللي هو 1000 درهم. صراحة الإخوان درت معاكم أثمنة لي ما تلقاهاش، متأكد ما تلقاهاش عند حتى شي واحد، كما قلت لكم هنا راه بياع وشراي غيدخلو على هاد السلعة هادي وغياخدو كثر من قطعة يعاودو فيها البيع. كاينة هاد بياسة إنفيكتا لو فون ديالها فيغ فيغ رويال، هاي بياسة أوكازيون ولكن إيطا ديال 10/10، هاي السيركل كيدور ليها فيها ثمن زوين 1500 درهم بالعلبة ديالها وأصلية 100%. عندي واحد القطعة الإخوان ديال طومي سمطة جلد، بياسة جديدة غير مستعملة، لو فون ديالها نوار في داك السيستيم ديال 24، هي ما شاء الله زوينة فيها ثمن زوين جديدة غير مستعملة الإخوان. سكرين اخويا وقلب قلب قلب مزيان وسول عاد باش رجع عندي باش عرفني انا ك راه داير ثمن زوين، وهضر اللي كنقول له راه هي اللي كاينه جديده سنتا كروكو الثمن ديالها 500 درهم الاخوان، 500 درهم راه فيها ميكانيل تحت. ندوزو لهاد جي شوك الاخوان عشاق جي شوك، واحد لو فون ديالها ما يمكنش في البرونز، بياسة اوكازيون نقيه 10/10 كما كتشوفوا الماء كلشي، هادي غادي جي شوك باش معروفه الاخوان ديال الماء الناس كيعوموا فيها وداكشي يعوموا بها. المهم هادي الثمن ديال الاخوان 800 درهم، ثمن زوين، انا متاكد ان الناس غادي يتبرعوا في هذا الفيديو حيت فيه اثمنه زوينه. كاينه هاد الساعه ارمينتون غنيه التعريف، هاد الماركه امريكيه كيلبسو لي زاتليت، فيها لي زوبسيون بزاف ديال الجري ديال لالار، فيها شحال من اوبسيون واعره ما شاء الله، فيها ثمن زوين 300 درهم بالعلبه ديالها الاخوان. هيا العلبه ديالها هنايا كاين هنا الفوق العلبه ديالها حطها اكوتي. غادي نمشيو دابا الاخوان، كاينه واحد بياسه اخوان هادي ديال لي فون، هادي ريموند ويل تانغو، هادي تلبس اوني ساكس اللي بغى يلبسها راجل ولا مرا. المهم فيها الديامتر ديالها صغير كاع ما كبير، معنيش الزياده ديالها، المهم بواني ديالو لي بواني ديالو صغيره راه تجي مزيانه فوالا. بحالي دابا مثلا انايا هادي راه جاتني مزيانه بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه صغيره لي شيف غومون، فيها زجاجة سفير اللي بغاها الثمن في البريفا الاخوان. عندي واحد القطعه هنايا ديال جيس كوليكشن، جيس كوليكشن جي سي سويس، باش كتعرف سويس الاخوان سويس كيكون فيها موطور صفر، كنت يدور لها الموري اللي هنا، ليطا ديالها واحد 8/10، 8.5/10، 8/10، فيها ثمن زوين اللي هو 800 درهم، فيها ثمن زوين 800 درهم. غندوزو الاخوان دابا فيستينا تور دو فرانس، كاينه في هاد البلو ليطا مندويوش 10/10 النقا ديال النقا، الالارم خدامه كلشي خدام الحمد لله، كنحاولوا نوفروا لكم ليطا اللي كتكون نقيه، هادشي راه كاين تقدر تلقاها في السوق ولكن ما تلقاش هاد ليطا بحال هكا الاخوان. كاينه عندنا بجوج جوج الوان، كاينه فهاد النوار حتى هي نقيه
10 على 10 عندي لو فهم ثمن زوين 1400 درهم. 1400 درهم عندنا كذلك هذه تور دو فرانس سيستم الارم 4 بوطون كلشي خدام ضروري نقرا 10 على 10 ثمن 1400 درهم. عندنا فيسينا لا ديرنيير كوليكسيون دي فيسينا اللي هي هذه في السيلفر فيها ثمن زوين الاخوان عندرو لها 1250 درهم. 1250 كاينه في هذاك الزرق وكاينه في هذا بلو مارين بترول. هذا بلو مارين بترول هذه عندرو لها 1250 كذلك لو ميم بري. عندنا في سينا في الجولد لو فون فيغ رويال هذا الموديل المعروف هذه هي الاخر في هاد لا كوليكسيون ديال هذه كان اللي سبق منا الزرقاء. هذه غنديروا لها ثمن زوين 1400 درهم كلشي خدام لي كاش باريط اوريجينال مبدل فوال وزاجة اصليه. عندنا هاد الفيسينا هادي جولد لو فون ديالها بلو مارين بترول واحد الفون فلاش في الرخامه ديالها ما يمكنش على الاخوان تبارك الرحمن. فيها الزيادات ديالها كاملين السلعه ديال برا الاخوان كتكونش مستعمله بزاف كتكون ليطا ديالها نقيه. غنديروا فيها ثمن زوين 1000 درهم ولا 1000 درهم. بالنسبة لهذه الخزية الغنية على التعريف هذا إخوان ما شاء الله بالنسبة لشي واحد يدو كبيرة راه ما شاء الله راه معروفة غنية على التعريف هذا الإخوان. هاي ليطا ديالها راه حالة ديالها جديدة وكاين عندنا منها كونتيتي الحمد لله وفيها ثمن زوين 2800 درهم. 2800 عندي إخوان واحد القطعة ما شاء الله أوتوماتيك في السواش سيستم 51 فيها واحد لا كولور ما شاء الله اللي هي ديال الاخوان. هذه راه غاليه الاخوان في المغازا دخل تسول عليها في المغازا سكرينينغ ولا دخل قلب عليها غير في جوجل غادي تبان لك. فيها ثمن زوين سيستم 51 راه كدا 2895 درهم في المغازا. هذه راه جديده غير مستعمله والبلاستيك ديالها ها هي. غنديروا فيها ثمن زوين 1000 درهم ماشي مشكل. ندير فيها 1000 درهم بياسة اوتوماتيك اصلية جديدة 1000 درهم. بالنسبة لا كوليكسيون الاخر ديال السواتش عندي منهم شي قطع مستعملين بياسات نقيين اللهم بارك 10 على 10 كما كيشبه لكم الخوت. كاين اكثر من قطعة واحد جوج ثلاثة عندي تقريبا شي 4 دابا اوكازيون. هادي شحال ديال الجديد كدير 2300 درهم في لوكازيون شحال كدير 2100 2050 درهم 2000 درهم. المهم باش ما نلقيهاش هي في السوق فهاد ليطا تكون جامي محلوله ولا ريباري ولا شي حاجه تكون نقا ديال 10 على 10 باش ما نلقيهاش تجي عندي اخويا نقص لك 100 درهم كتبع ب 2100 ونحسبك ب 2000 تكتبع ب 2000 نحسبها ب 1900 درهم. عندنا اصدقاء هاد البياسه ديال اللوتوس ما شاء الله هادي كان ديجا عندنا تبعات عاودنا خديناها درنا الروبريز مع السيد لوتوس والإشارة الإخوان أي بياسة هاد القطع كاملين بعت لك نشري من عندك ما عنديش غرام ديال المشكل كارانتي بيع ومقال. اللي بغى يدير روبريز نديرو معاه الروبريز كنوصلو لجميع المدن المغربية. شو كيدير تبارك الله هادي لوتوس هادي كتبقى بثمن ديال 800 درهم ما شاء الله. شو كيدير من هنايا فيها الضاي دات واعره واعره كتبقى ب 800 درهم. عندي هاد لوتوس تاي سيستم ديال انسبيري من رولكس تاي اوكازيون هادي كانت عندي جديده خداها السيد دربها روبريز هاي بيسا شيب جديده اوكازيون كاينه العلبه ديالها لو فون ديالها في الايس بلو شيف غومون فيها الضاي دات ما شاء الله زوينه سيستم كواد فريدوم. هادي راه كدير شي 1600 درهم الاخوان 160 اورو من الدرهم تكون طالعه وبثمن ديال الدرهم كتكون غالي كتوصلنا سعره غاليه. المهم الاخوان نديرو فيها ثمن زوين 1000 درهم. عندنا في ستينا 3 بوطون ما شاء الله سيستم ديال 24 اور هي زوينه لو فون ديالها في البلون ونقيه هنا راه فيها هادي راه تحيد الاخوان راه فيها غير بلاستيكه من الفوق هادي راه بلاستيكه هي الخوت نحيدو كاع دابا حنا فوالا هاهي راه بلاستيك هنايا الفوق الخوت بيسرا شي بجديدة سلعة ديال برا وغنديرو فيها تمن لي جد جد مناسب 800 درهم
800 درهم. عندنا لو ميم موديل، هذه فيها هنا التاكي مدخل فوق، الفون ديالها في النوار تقريبا، راه موديل واحد. تدخل السكرين شوف شحال كدير في المكازا السيش، ومرحبا وتعرف بلي دايرين شحال من زوين الخوت. غنديرو ليها فقط 800 درهم. عندنا واحد الفيسينا كرونو بايك، بالنسبة للصمطة اللي كيبغيو الناس، كيبغيو الصمطة ديال السيليكون، هاي بياسة نقية فإشكال واحد الإخوان، هادي اللي يقدر واحد ما يقولهاش، هادي معودة على الزجاج الإخوان. ونديرو فيها تمن زوين اللي هو 800 درهم، كرونو بايك بياسة زوينة إن شاء الله. فيسينا شعار الفيسينا، فهنايا 3 بوطون كرونوغراف، فيها تمن زوين 800 درهم. هادي شي راك تكون دايرة تمن في المكازا. عندي واحد القطعة بالنسبة للناس اللي كيبغيو شي حاجة اللي لي كلاس، والبوطون كالفين كلين، وما ادراك ما الكالفين كلين، ماركة عالمية لا في الحوايج لا في الروايح لا في اي حاجة. المهم الاخوان هادي راك تكون غالية الاخوان في المكازا. حنا نديرو فيها تمن زوين، تمن زوين الخوت، بيسة جديدة غير مستعملة، زيادات كاملين كاينين، هاي البلاستيكة في هنا، فيها بلاستيكة لداخل. شوف عليكم القطعة مزيان باش الاخوان، انا نجر ليها هذا باش تبان بوضوح. ناس كيبغيو شي حاجة سامبل، فوالا هاي كالفين كلين، فيها الدايداش كيما كيبان ليكم. غنديرو فيها تمن زوين اللي هو 500 درهم، 500 درهم. عندي واحد القطعة ديال كالفين كلين، فوالا هاي جديدة غير مستعملة، كدير 2650 درهم في المكازا، جديدة. كاين الاخوان واحد القطعة ديال البوليس بالعلبة ديالها، ما شاء الله. كانت عندي قطعة بحالها، كانت بلا بواطة، هادي بالبواطة ديالها، هاي ما شاء الله بواطة ملكية اخوان، فيها تشيكي ديالها، وهنايا في كتحط المكانة، بياسة في النوار بوليس اصلي ضروري الاخوان، ما ندويوش. ما شاء الله شوف كي داير الفون ديالها للداخل. بالنسبة للديامتر ديال راه صغيرة في السمك ديال البواتي ديالها، فيها تمن زوين الاخوان 1000 درهم. المهم هاهي الاخوان بياسة راه فيها لاكارونتي ديالها، ما مخوداش بزاف، مخوداش اصلا من المغرب، هادي 2024 شارجوش. المهم الاخوان اللي خصها شي حاجه راه مرحبا به. كاينه واحد القطعه اللي هي اخر قطعه في هذا الفيديو، اللي هي هذه نادره الاخوان في السوق، قليله وعلى اقبال كبير. هذه في السينا الجولد تشيني، بياسه نقيه الخوت 10 على 10، كلشي خدام، ما نبدل فيها حتى شي حاجه، كلشي اصلي. الثمن ديالها 2300. اللي خصها شي حاجه الاخوان راه يتواصل معايا، وكنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. غنكون وصلنا هنايا لافان ديال الفيديو، اللي وصلت لهنا الاخوان كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، السيبور ديالكم. متنساوش الاخوان تخليو لينا جيم، وتخليو لينا كومونتير كيفاش كيجيكم السيرفيس، كيفاش كيجيكم السلعه. واللي بغى شي حاجه يتواصل معايا، الرقم راه اسفل الشاشه، اسفل الشاشه، ولا الانستغرام. مرحبا بكم الاخوان، ونخليكم حتى الفيديو الجاي.